السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم الفكرة ديالي هو نقدم لكم واحد الزيتون مشرمل على طريقتي، يعني طريقة صراحة زوينة بزاف، يمكن لك تحطيها بحال كمقدمة، يعني بصراحة انتم لكم الاختيار. المهم اول شيء محتاجينه هو ناخدو الزيتون ونقطعه، نحيدو ليه العظام ومن بعد نقطعه طرف صغار بحال هكا، ونضيفوا ليه شويه ديال نص معلقه ديال الابزار على حسب الكميه اللي نتوما حطيتو. انا حطيت يعني تقريبا نصف كيلو اللي حطيت ديال الزيتون. ناخذ شي شويه بابريكا ولا التحميره اللي هو الفلفل الاحمر، شويه ملح لانه هو اصلا فيه الملح، يعني نديرو غير شويه فقط، نصف ملعقه. ناخذ نصف ملعقه كذلك ديال الكمون كما كتشوفوا، وناخذ كذلك ثومه اللي هي مقطعه كما تشوفوا قطع صغيره، يعني 4 فصوص ديال الثوم نقطعهم قطع صغيره ونحطهم مع الزيتون. ويبقى لينا نحطو زيت الزيتون اللي طبيعية، نحطو على حساب 4 ملاعق كبار ديال الزيتون، وغادي نضيفو ليهم القزبرة والمقدونس ونحركو الخليط مزيان، ومن بعد نحطو القزبر والمقدونس، يعني يكونوا 4 ملاعق كبار او اكثر شويه على حساب الكميه اللي نتوما حطيتو. ومن بعد غادي نخلطو، غادي نديرو في اناء، نديرو في اناء فاش بغيت نحتفظ به، يعني انا خديت هذا الاناء هذا نتوما كتشوفوا وغادي نحتفظ به، غادي نكب فيه الخليط وغادي نخلطو مزيان وغادي نسدو، وقت ما محتاجيت ناخذ منه شويه ونخلي الباقي حتى نكمل. هاني خوطتو مزيان باش يطلق وتشرمل مزيان، كلما طلق كلما كيكون افضل وكتكون عنده نكهه زوينه بزاف. ها نتوما شوفوا كيفاش ولا، يعني بصراحه تبارك الله، يعني تحطي منه غير شويه فقط هذا الزيتون المشرمل بهذه الطريقه، وتحطيه مع سلطه او تحطيه في مقبله كمقبله. بصراحه ما نعاود لكمش، يمكن لكم تجربوها ومن بعد ردوا عليا نتوما براسكم. هذا هو الطبق النهائي، هذا هو الطبق النهائي الزيتون ديالنا. هانتوما شوفوا تقدروا تقدموه، تزيدوا ليه اضافه ديال الفلفل الحار، واحد شويه ديال الفلفل الحار مطحون، يعني لي فقط للناس ما ولا على حسب الرغبه. نتمنى انكم تشتركوا بالنسبه للناس الجدد، وكذلك تفعلوا الجرس ليصلكم الجديد، وما تنساوش تبارطاجيو وتعملوا تبارطاجيو باش تعمل فائده. ونتمنى يلقاكم هذا الفيديو بكامل الصحه، والى اللقاء ان شاء الله الى فيديو قادم بحول الله. السلام عليكم.